أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد وأخبار جديدة أعزائي. إذا كما كالعادة أخبار حصرية وحينية. إذا الخبر الأول، اتحاد الشغل يعلن الدخول في سلسلة من التحركات التصاعدية. وسبق في فيديوهات سابقة وقلت لكم راهو الاتحاد بقي يجهز لخطط قرب الانتخابات، وبقي يجهز لخطط يعني كبيرة لزعزعة الرئيس التونسي من الحكم وعدم ترشحه. به إذا قررت الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل المنعقد اليوم برئاسة نور الدين التبوبي الأمين العام للاتحاد الدخول في سلسلة من التحركات النقابية التصاعدية من أجل العودة إلى الحوار وتطبيق الاتفاقيات واحترام الحق النقابي وفقا ما أعلنت عنها في بيان لها. كذلك نمر الموضوع آخر، وهو محامي دولي يعلن رفع شكايات في محاكم دولية ضد الرئيس التونسي قيس سعيد. بنشوفوا الموضوع ده بأكثر تفاصيل. أكد المحامي الدولي رودني ديسكون خلال ندوة دولية نظمتها جامعة ضحايا التعذيب في تونس ومقرها بجنيف أن ما يسمى بهيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين رفعت شكايات في محاكم دولية ضد رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد وحكومتها. وقال: نحن نحث مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية على بدء هذا التحقيق والنظر في القضايا للإشارة على الأقل إلى أن هذا يحدث ولإصدار بيان عن تونس ولزيارتها. لقد قام المدعي العام بزيارة العديد من الأماكن مؤخرا، وستكون الزيارة إلى تونس الآن مناسبة أيضا. وأضاف: لقد ذهبنا أيضا، وهذا مهم جدا، إلى إفريقيا في هيناتها ومحكمة العدل الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. لدينا قضية مقدمة هناك حكمت المحكمة فيها بتقديم تدابير مؤقتة، وأكدت أن أولئك الذين في الاحتجاز يجب معاملتهم بشكل لائق، يجب أن يتمكنوا من الوصول إلى محامين والحصول على العلاج الطبي، ويحتاجون إلى معرفة ما هي القضايا المقدمة ضدهم وقال أن حكم المحكمة الإفريقية كان لصالحهم بالفعل. نمر للخبر الموالي، وهو تقرير يكشف ارتفاع نسبة البطالة وفشل رؤية وزارة المرأة لتكمين الاقتصادي للنساء. إذا قدمت جمعية أصوات نساء اليوم دراسة حول أداء وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن باعتماد مقياس النوع الاجتماعي جندر ميتر. وتندرج هذه الدراسة في إطار حرص قسم المناظرة بالجمعية على متابعة وتقييم مدى مراعاة الحكومة والوزارات المتعاقبة لمقاربة النوع الاجتماعي وتحليل مستوى الملائمة السياسات العامة للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للنساء والفئات الهشة. وقد سبق أن قدمت جمعية أصوات نساء دراسة حول إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في النصوص القانونية التونسية المتعلقة بالأمن، والتي تم اعتمادها بين سنتي 2019 و2020، ثم من خلالها تقييم أداء الحكومة حكومة إلياس الفخفاخ في هذا المجال أنذاك. كما أصدرت الجمعية دراسة حول النشاط السياسي والخطة الاتصالية والمبادرات التشريعية لرئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي، ودراسة أخرى لتقييم أداء رئاسة الجمهورية ورئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودنة في هذا المجال تباعا لإجراءات الاستثنائية التي تم إقرارها في 25 جويلية 2021. نمر للخبر الموالي، إذا الرئيس يدعو لضرورة الإسراع في عدد من القضايا. إذا دعا رئيس الجمهورية اليوم قيس سعيد إلى ضرورة الإسراع في البت في عدد من القضايا التي ما تزال منشورة أمام القضاء منذ سنوات، سواء منها تلك المتعلقة بالاغتيالات السياسية أو بالفساد.
وذلك لدى استقباله بقصر قرطاج وزيرة العدل ليلى جفالة، مؤكدا على ضرورة تنقيح الفصلين 96 و97 من المجلة الجزائية حتى لا يتعلل من يريد التنكيل بالمواطنين وتعطيل مصالح الدولة بهذين الفصلين وفقا لتعبيرها. نمر للخبر الموالي. خلال جلسة سرية، البرلمان يرفض رفع الحصانة عن 7 نواب. إذا صوت البرلمان خلال جلسة عامة سرية برفض طلب رفع الحصانة عن 7 نواب كانت قد تقدمت به جهة قضائية للبرلمان. وبهذا الخصوص قال مقرر لجنة النظام الداخلي بالبرلمان يوسف طرشون أنه منذ جوان 2023 وردت على البرلمان 7 طلبات برفع الحصانة عن 7 نواب، مشيرا إلى أن الجلسة العامة المنعقدة أفضت إلى تصويت بعدم رفع الحصانة عنهم. وأوضح طرشون في تصريح أن قرار الرفض كان يهدف الحفاظ على السير العادي لأشغال البرلمان، مضيفا أن كل القضايا التي تلاحق النواب وقع البت فيها في المحكمة الإدارية، لافتا إلى أن أغلب ملفات رفع الحصانة تعلقت بالانتخابات وخلفيات سياسية. وأشار طرشون إلى أن 6 من أصل 7 نواب تمسكوا بعدم رفع الحصانة عن شخصهم، فيما طلب نائب واحد التنازل عن حصانتها، مؤكدا أن البرلمان ارتأى أن ملفات النواب لا ترتقي إلى مستوى رفع الحصانة، كما شدد في السياق على أن جميع النواب استظهروا ببطاقات السوابق العدلية قبل الترشح للانتخابات التشريعية. نمر للخبر الموالي. تونس تعتمد رسميا جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين. إذا أفاد رئيس نواب الشعب في بلاغ له اليوم أنه تمت المصادقة خلال جلسة عامة على مشروعي القانونين المتعلقين ببطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين، وتم تمرير مشروع القانون الأساسي لتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية برمته بموافقة 107 من النواب والاحتفاظ بأصواتهم ورفض 3 آخرين. إذن وأوضح المجلس أنه تمت المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 مايو 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر برمته بتصويت 107 نائب بنعم واحتفاظ نائبين بصوتهما ورفض 3 آخرين. ولفت المجلس إلى أن وزير الداخلية كمال الفقيه كان قد أكد في تفاعله مع تدخلات النواب على أهمية هذين المشروعين، وعلى أن المصادقة عليهما من قبل مجلس نواب الشعب ستساهم في تطوير المنظومة القانونية في هذا المجال. وتابع أن الفقيه أكد أيضا التقيد بالضمانات الدستورية والقانونية في علاقة بحماية المعطيات الشخصية، مشيرا إلى أن الدولة التونسية راهنت على اعتماد نموذج تونسي بإمكانيات المتاحة بما يتطابق مع المعايير الدولية، مؤكدا في هذا الصدد على المجهودات المبذولة من قبل وزارة الداخلية لضمان حماية هذه المعطيات وسلامة التعامل معها. إذا نمر للخبر الموالي. كما قلنا الانتخابات الرئاسية على الأبواب، الحزب الجمهوري يقرر ترشيح عصام الشابي للانتخابات الرئاسية. إذا أكد الناطق باسم الحزب الجمهوري وسام الصغير أن الحزب قرر ترشيح أمين العام عصام الشابي للانتخابات الرئاسية القادمة. وبين الصغير في تصريح ليه اليوم أن المكتب السياسي للحزب المنعقد أواخر الأسبوع الفارط قرر المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولفت إلى أن الحزب أكد ضرورة الضغط أكثر ما يمكن من أجل فرض مناخ سياسي وانتخابي سليم تكون فيه المنافسة خالية من حالة التشنج. وطالبت هيئة الانتخابات بالوقوف على مسافة نفسها من كل المترشحين، ودعا إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين بمثابة رسالة أو مؤشرة لخلق مناخ انتخابي سليم وفقا لتعبيرها. وأفاد أن الحزب راسل أمينه العام عصام الشابي الموقوف على ذمة ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة للتباحث معه حول مقترح ترشيحه للانتخابات الرئاسية.
كما أشار الصغير إلى أن الحزب الجمهوري منفتح على كل البوادر، على كل المبادرات التجميعية للبحث عن مرشح توافقي بين كل القوى التقدمية والشخصيات الوطنية. يذكر أن الجمهوري أشار في بيان له أواخر الشهر الماضي إلى تعكر الوضع الصحي لعصام الشابي الذي دخل في إضراب عن الطعام وهو ورفاقه الموقوفين في قضية ما يسمى بالتآمر على أمن الدولة بعد مرور 365 يوم على اعتقالهم، وذلك بعد أن أغمي عليه صباح يوم السبت انخفاض في معدل السكري في الدم مما استوجب تدخل الإطار الطبي. وحمل الحزب الجمهوري وزيرة العدل ورئيس الجمهورية مسؤولية تعكر الوضع الصحي لعصام الشابية. إذا كانت أخبارنا لهذا اليوم، شكرا على المتابعة والاهتمام. لا تنسوا مشاهدة هذه الفيديوهات على الشاشة وهذه أيقونة الاشتراك في القناة، تضغط على الأيقونة ذيك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس إذا تحب متابعتنا. شكرا على المتابعة والاهتمام، دمت في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.